ممارسة الشذوذ الجنسي بالفعل ضد الطبيعة. لسه براحتك، الحجاب دوت حرية بس زيه زي اللبس التنكري، ملوش دليل على حاجة، وإذا كان بيدل فهو بيدل على إنك عايشة في بيئة حتى مش قادرة تستحمل تشوف شعر. هل لما تحاول تنتقد أو هل لما تحاول تضحك على تعليمهم وعاداتهم وتقاليدهم بتحس إنها مضحكة؟ هل ده بيخليك مجرم؟ هي الفيديو بتاع شريف جابر هو مجرد لعبة على وتر العاطفة، وإزاي الدولة والمجتمع بيضطهدوه، وكان لازم يبحث عن فرصة للحياة. من كل مشكلته هو إنه بينتقد الدين. شفت دوك فيديو ودي الإلحاد ودك اللعيبة. أنا يا أخي تعرف شي مشكلة إن شاء الله. أصلاً ما أحسنش أخي بيجي أحسن كوفة. لما دكتور في جامعتي قال إن المسلمين جنسياً المفروض يتحطوا في ميدان عام ويتقتلوا، لأن اللي بيعملوه ده بيعملوه بمزاجهم وإن ده ضد الطبيعة. Yet from seals to flies, to date homosexual behavior has been done. السجن حاجة وحشة. أي مكان في سالف العصر والأوان كان في واحد ملحد اسمه شريف جابر.